أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تدوينة على الهواء. تدوينتنا لهذا اليوم هي بعنوان ماذا بعد عاشوراء للدكتور حسن الحميد. دعونا نتابع التقرير التالي ثم نعود لبدء الحوار. ماذا بعد عاشوراء؟ في عاشوراء كان فرعون وقومه الفريق الخاسر المهزوم، وكان الفريق المنتصر بني إسرائيل. تغريدتنا السابقة كانت عن الفريق الذي خسر الجولة، وسؤال يفرض نفسه: كيف كانت حال الفريق الآخر بني إسرائيل قبل عاشوراء وبعد عاشوراء؟ القرآن الكريم بأسلوبه الممتع يستوقفنا لنتعرف ليس فقط على حال الفريق الخاسر ولماذا خسر، بل وعلى حال الفريق الفائز وكيف فاز. وإذا كان الفريق الخاسر خرج من المشهد، فإن القرآن يشدنا إلى متابعة حال الفريق الفائز، كيف كانت حاله قبل الفوز وبعد الانتصار. هناك تفاصيل لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال القرآن، وبغير معرفتها يفقد يوم عاشوراء رسالته والحكمة من تخليده. لقد كان بنو إسرائيل قبل عاشوراء مستضعفين في الأرض، وكان فرعون وقومه ساسة وأسيادا. كان انكسار بني إسرائيل وضعفهم سلاحا ذا حدين، كان سببا في تفكيك حالة الاستكبار والغرور، وهذا ساعدهم في قبول رسالة موسى عليه السلام والسلامة من شراكة القبط في تأليه فرعون وظلم الناس. وبالمقابل فقد أسس الاستضعاف لهزيمة نفسية جعلت بني إسرائيل لا يثقون بقدرة موسى النبي عليه السلام على تغيير أوضاعهم إلى الأفضل. وقد سجل القرآن هذه الحالة السلبية في حوار خاطف بين موسى المنقذ وبني إسرائيل المستضعفين في مرحلة حرجة بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية. موسى الواثق بإمكانية التغيير إلى الأفضل رغم قلة الإمكانات المادية يقول لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقومه بنو إسرائيل المهزومون المحبطون يقولون: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لم يستسلم موسى لهذا الإحباط الجماعي، بل جدد الأمل في نفوسهم. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبالفعل فقد أهلك الله عدوهم في عاشوراء، ولم يكونوا يحلمون بذلك، واستخلفهم في الأرض التي أخرجوا منها. لكنهم لم يستفيدوا من التجربة المرة والمعاناة على قرب العهد بها، ولم يعتبروا بمصرع عدوهم، ولم يقوموا بحق الاستخلاف والتمكين، بل تعلقوا بغير الذي أنجاهم واستخلفهم في الأرض. فهل ما جرى مجرد رواية تاريخية للتسلية والتوثيق؟ وهل تلك حالة خاصة أم طبيعية في أكثر البشر؟ أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونرحب بالباحث الإسلامي الدكتور حسن الحميد. أهلا وسهلا بك دكتور. حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور، نبدأ ما أنت به تدوينتك، ماذا بعد عاشوراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرى عاشوراء ذكرى غنية، وقد تحدثنا في الأسبوع الفائت عن جانب من مشهد يوم عاشوراء، واليوم نستكمل على الأقل الجانب الآخر حتى تكتمل الصورة، لأن يوم عاشوراء لا تصل رسالته حتى نستوعب نحن الأجيال، نحن المسلمين بالذات، كلتا الجانبين، كلا الجانبين في الصورة. أحيانا عموم الشعوب والناس ينظرون إلى إهلاك الفرعون، إهلاك المستبد، ويرون في هذا لحظة متعة، لكن
ننسى كثيرا أن هذا الفرعون هو في حقيقته يتعامل مع بشر، مع أجيال لولا ضعفهم، لولا انهزامهم، لولا فسوقهم لم يكن هذا الفرعون فرعونا. بنو إسرائيل موضع الشاهد في عاشوراء الذي يتكرر والذي ذكره القرآن في صور وأساليب عجيبة وعديدة، هؤلاء القوم كانوا في حالة من الذل والاستضعاف، وهذا ربى فيهم التواضع، ربى فيهم القابلية للحق والبحث عن المنقذ من الظلم. وعادة لا ينقذ من الظلم والاستبداد والاستكبار إلا أصحاب الدعوات، إلا أصحاب الحق، إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء أو المصلحون الذين يرون في المفسدين والمستبدين أناسا يعني يفسدون طبيعة الحياة. وهؤلاء في الغالب فيهم مسحة من أخلاق وقيم الأنبياء وإن لم يكونوا أحيانا مؤمنين أو على دين. بنو إسرائيل في هذه الفترة المتطاولة من الذل والاستضعاف تطبعوا بهذا الخلق الذي جعلهم يستجيبون نسبيا لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم في الجانب الآخر أصيبوا بنوع من الضعف واليأس والإحباط، وهذا ما لا ينبغي أن يدب إلى النفوس، إلى نفوس البشر دائما حالة الاستضعاف وحالة الضعف والخنوع لفترة طويلة تخلق في النفس حالة من العبودية الطبيعية. الله تعالى أراد أن يخلص بني إسرائيل من الظلم، وأراد أن يخلص أيضا بني إسرائيل من الفسوق الذي هو كامن في طبيعة النفس البشرية إذا مكنت. ما الذي جرى لبني إسرائيل؟ فرعون وقومه دارت الماكينة بقدر الله تعالى إلى نوع من الرغبة والميول الشديد عند فرعون للتصفية الجسدية. موسى عليه الصلاة والسلام وكان فارس هذا المشهد قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أعطاهم رسائل في كلام موجز بليغ، اصبروا واتقوا الله، العاقبة للمتقين وسوف يهلك عدوكم. هذه الرسائل لا تستوعبها النفوس الضعيفة، النفوس المهزومة تحتاج إلى حالة من الإقلاع الإرادي، حالة من الإقلاع النفسي. الذي جرى هو أن موسى عليه الصلاة والسلام قوبل بكلام ربما لم يكن يتوقعه أو كان يتوقعه من بني إسرائيل، قالوا له بصورة صادمة أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كأنهم يقولون نحن لم نستفد منك يا موسى، بل كان بعضهم يقول إنك عندما تدخل على فرعون وتقارع فرعون وتتكلم في حقنا فإنك تستفز هذا الفرعون فيزيد من أذيتنا ومن التضييق علينا ومن سخرتنا، فكأنهم يقولون دعنا في حالنا. موسى عليه الصلاة والسلام وهو المرسل من الله وهو الذي يؤمن بأن الحياة دولة بين الحق والباطل، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فذكر لهم ثلاثة أشياء. ذكر لهم على سبيل الإطماع هذا العدو لن يستمر، وذكر لهم أمرا ثانيا أنكم ستمكنون وتستخلفون وهذا شيء لا يتوقعونه، وذكر لهم أمرا ثالث وهو أن هذا التمكين والاستخلاف وإهلاك العدو له ضريبة وهي العمل الصالح، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ويضع أمامهم في لوحة كبيرة جدا ما كان يصنع فرعون وقومه من الظلم والكفر بالله والاستبداد والطغيان واحتقار البشر وعدم الإنصاف وعدم إعطاء الحقوق.
موسى عليه الصلاة والسلام يضع بني إسرائيل أمام حالة يعيشونها وليست أمام رواية يرويها لهم. فالتأثير كان في أشده في تلك المرحلة، وهي خلاصة حالة الاستفزاز النفسي والتحريك النفسي من موسى لبني إسرائيل الذين طال بهم الذل. وقد تهيأ بنو إسرائيل لحالة من المواجهة وهي لن تطول، وقد عرفنا في الأسبوع الماضي أن التوجيه الإلهي جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل لملاقاة مصيرهم ومصير عدوهم في مشهد لم يكونوا يتوقعونه. دكتور حسن، ذكرت في التدوينة أن هناك تفاصيل لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال القرآن، وبغير معرفتها يفقد يوم عاشوراء رسالته والحكمة من تخليده. ما هي تلك الرسائل؟ الرسائل هي، لو تأملنا القرآن في ذكر هذه القصة في مواضع كثيرة جدا، فهو قد ذكر حالة بشرية، حالة مجتمعية فيها مستضعفون وأقوياء، فيها ظالم ومظلوم، فيها حقوق وواجبات لا تلقى إنصاف ولا تلقى عدلا، فيها مصلحون يقولون كلمة الحق ويصبرون على الأذى ويدافعون عن حقوق المظلومين، فيها أناس ينهزمون نفسيا إلى حد أنهم يفتون في عضد المصلح وعضد الداعي وعضد الموجه، فيها إشارة إلى فرص التغيير التي يجب أن يلتقطها الإنسان، يجب أن يلتقطها المظلوم، يجب أن يلتقطها الشعوب، وأن الحالة لا يمكن أن تدوم. هذه كلها مسطرة في القرآن الكريم في قصة بني إسرائيل الطويلة مع فرعون. والملاحظ في القرآن الكريم على كثرة ذكر هذه القصة أن أبرز ما يذكر فيها هو الحديث مع فرعون ومع بني إسرائيل في هذا المشهد. أما بقية تفاصيل بني إسرائيل فلها ذكر من الصور التي لا تليق بشعب يبحث عن الكرامة ويقوده الأنبياء، كأن يبحثوا يطلب من نبي يقول لهم اعبدوا الله، يطلبون منه عجلا يعبدونه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يسألونه سؤالا غير لائق وغير مؤدب تجاه الله عز وجل، أرنا الله جهرة، يسألونه سؤال الفسوق والبطر، أننا مللنا هذا الأكل، يعني ابحث لنا عن طعام آخر، ملوا المن والسلوى، وأشياء كثيرة لا تليق بشعب كان قد خرج للتو من الاستعباد والسخرة والضعف إلى واحة الحرية والكرامة، يقوده نبي، والذي أنقذهم ليس هو العجل وليس هو الآلهة، وإنما الذي أنقذهم الله عز وجل الذي يقودهم نبيه وفي تواصل مباشر فيما بينهم وبين الله عز وجل. تلك حالة فريدة في التاريخ البشري، ولكن بنو إسرائيل لم يستوعبوا هذا الدرس وهذه العبرة، ولذلك انتزعت القيادة منهم إلى فريق آخر منهم من النصارى، ثم انتزعت من النصارى إلى هذه الأمة. وهذا تاريخ كله مسجل في القرآن الكريم، ولا يوجد تفصيل صحيح دقيق منضبط مثل ما ورد في القرآن الكريم. دكتور حضرتك، لو نعود لبداية التغريدة، ذكرت وسؤال يفرض نفسه، كيف كان حال الفريق الآخر بني إسرائيل قبل عاشوراء وبعد عاشوراء؟ لماذا هذا السؤال ولماذا هذا القول؟ ما الحكمة من تغير حال بني إسرائيل؟ ما الحكمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لعباده؟ بنو إسرائيل هم بشر، فيهم ما في البشر، لكنهم ما يعني الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام
كانوا من المصطفين، كانوا من خلاصة بني إسرائيل، وهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قد بذل جهدا غير عادي في استصلاح هذه النفوس المريضة الفاسدة التي استعان موسى عليه الصلاة والسلام وطلب من ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا يساعده، بحيث إذا ذهب موسى كما ذكر القرآن إلى ميعاد ربه وميقات ربه استخلف فيهم نبيا ولم يستخلف فيهم رجلا عاديا، ومع ذلك فتوا في عضد هارون عليه الصلاة والسلام وعبدوا العجل وأوقعوا بينه وبين أخيه موسى حتى تبين لموسى وسأل الله تعالى أن يعفو عنه وعن أخيه وأن يصلح أحوالهم. بنو إسرائيل ما وقعوا في الذل الذي وقعوا فيه عبثا، والله تعالى حكم عدل لا يسلط على أحد تسليطا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لا يسلط على أمة تسليطا إلا بسبب الذنوب، ولا يخرجهم من هذا الهوان والذل والضعف إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، ولا يمنحهم حالة الاستخلاف والتمكين والاستمرار إلا إذا استمروا على الحالة التي استحقوا فيها النصر واستحقوا فيها هزيمة العدو، فهي حالة مترابطة. والذين يخلدون إلى الراحة بالأمس واليوم، وهذا كثير يعني في حياتنا نحن البشر، عندما تحدث لنا نعم، يحدث لنا انتصار، يحدث لنا فوز، نفخر ونفرح وننسى أننا كنا في خطأ وضعف وتقصير بالأمس وضيق، وننسى أننا يجب أن نستمر على هذا التصحيح حتى يحصل لنا هذا الأمر في الغد. نحن البشر ذاكرتنا مع الأسف الشديد قصيرة، وهذا ما ضربه الله تعالى لنا مثلا بأمم كثيرة، ومنها هؤلاء القوم بنو إسرائيل الذين كانت ذاكرتهم ضعيفة، وكما ورد عن بعض بني إسرائيل في رواية تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما قال له أحد اليهود إنكم اختلفتم بعد نبيكم وقبره لم يجف ماءه بعد، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنتم سألتم موسى إلها وآلهة تعبدونها ولم تجف أقدامكم من البحر بعد، فكانت الصورة يعني مفحمة لهذا اليهودي. تلك حالة تتكرر، وهي حالة ذكر الله تعالى بهذه الصيغة العجيبة في بني إسرائيل، كمثل حي يعيشه الناس أمس واليوم. دكتور حسن، نختم بسؤالين أوردتهما في تدوينتك. في ختام التدوينة تساءلت، فهل ما جرى مجرد رواية تاريخية للتسلية والتوثيق؟ ثم أضفت بعد ذلك، وهل تلك حالة خاصة أم طبيعية في أكثر البشر؟ نعم، أنا أردت من هذين السؤالين، طبعا السؤال الأول واضح، بل كلا السؤالين واضحان إن شاء الله. هذه ليست رواية للتسلية، القرآن الكريم هو فيه أحسن القصص وأصدق القصص وأكثر القصص وعظا وتربية وتوجيها، كما قال الله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القصص ليس للتسلية، مع أنه ممتع غاية الإمتاع، فالإمتاع هو قدر إراثي وقدر تشويقي. أما السؤال الثاني فإن ما جرى لبني إسرائيل ليس حالة خاصة، ولذلك لم يكن عارضا أن الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، الذي لقيه من الأنبياء هو موسى عليه الصلاة والسلام، عندما كان يراجع ربه في الصلاة فكان موسى يقول له اسأل ربك التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف في موضوع الصلاة، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم وإن أمتك لا تطيق ذلك. فالأنبياء رسالتهم واحدة، والبشر طبيعتهم واحدة،
وما يجري على بني إسرائيل جرى على من قبلهم ويجري على من بعدهم، ونحن لسنا استثناء، فعلينا أن نقرأ جيدا ما جرى للفريقين وما وقع وما هي النتائج والأسباب، نقرأها حرفا بحرف كلمة بكلمة، وينبغي ألا نتوقع استثناء وألا نتوقع تميزا، فإن الله تعالى حكم عدل يقص علينا القصص ويعطينا الفرص، ولكنه لا يحابي سبحانه وبحمده. الدكتور حسن الحميد الباحث الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المواضيع الرائعة والإضافات المتميزة، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على هذه المتابعة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.